السلام عليكم. متى تدري بأني عاشق منسي وإني قد دخلت أصولي كالرحباء في أمسي ولم أغفل بلغياك وكان الحزن في نفسي. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين؟ علكم زينين؟ حاولت أخش في الفيس على أساس إنه أشتغل لي لايف، لكن ظاهر عليه إنه الجداد الإلكتروني دمر الحساب بتاعي بتاع الفيس أو وقفني زي فترة طويلة جدا، ممكن تكون شهر. يعني أنا بحاول أخش الحساب على أساس إنه أشتغل فيه لايف، حقوم أستعرض الكلام ده، عشان كده أنا حشتغل في التويتر، حقوم أوصل صوتنا من التويتر. لما دي ناس جارين في المشاكل بتاعت الكورونا، ربنا قبل ما نبدأ ربنا يتقبل شهدائنا الميامين. الواحد أول ما يجي ده التلفون أو ده التلفون قبل ما يجي عشان أوريك إنه ده البث المباشر، بتدوس البث المباشر من هنا، شايف بديك طوالي رسالة. الرسالة دي اللي نقول الواحد يقلب لكم الكاميرا، يعني إلا واحد بيقوم يقول لي يا أخي لا يمكنك عرض بث مباشر لمدة 30 يوم. تخيل إنه أول ما تدوس دي الصفحة، وعرفنا دي الصفحة الكبيرة، إذا مشيت للصفحة الصغيرة ذاتها اللي هي الصفحة اللي عملتها أخيرا دي، شفت يعني نفس المفاهيم، عشان تعرف إنه العالم ده ماشي لتكميم بتاع أفواه، تكميم بتاع أفواه. ده اللايف اللي هو اللايف ده أنا هبدأه، يعني ده طوالي، شايف بديك نفس الرسالة. سبحان الله، بالله ما في زول بيتوقع انه يعني ناس حميتي والبرهان والعساكر ذيل ممكن يعني يكون عندهم بور قدر ده. نحن ما كنا متوقعين انه المال ده يسطو على كل شيء. المال يبغى هو الاساس بتاع 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 الدنيا. يا جماعه اي زول نعمل ريتويت يحاول يوصل صوتنا، اصلا ما كنا متوقعين كده. وبالمناسبه بنستغرب نحن من انه العالم يتجه كله، ما بهمه العلم ولا كده ولا كده، بس المال. سبحان الله، يعني اصلا ما بتوقع كده. انا طبعا كنت داير اشتغل في البلده، خاصه الحاجات الاشياء الجديده، لانه هم ماشيين على اساس انه يمسكوا حمايتي. تخيل انه دولتنا السودانيه دي ماشيين تمسك واحد جاهل على اساس انه يسيد السلطه، ومعه بعض المتنطعين العساكر دي وبعض رجال المنظمات اللي مشترينه من العالم مشترينه من برا، اللي هم ناس حمدوك ديل حمدوك ورجال المنظمات. الجانب العسكري ده مرتزقه وجيش، الجيش ذاته جزء من المرتزقه يعني. فانا حاشتغل اللايف ده، وفي حاجات انا لانه في ناس كثيرين دار تصل، يعني حميت تقدر يشتري معظم الناس الموجوده في السودان بالمال، كلهم بيه حمدوك كلهم بيجوا عبيد للمال. انا بحاول اوصل صوتي ده، وبحاول اشتغل اللايف ده في التويتر، وبنحاول نشيره وبنحاول نقطعه ونوصله برضه للفيس، لانه نحن وراهم سنستمر وسننتصر. خلاص ده بقينا فاهمين انه نحن دايرين نستمر وحننتصر باذن الله. فحقيقة أنا حزين لي يومين كده، بحاول بطلع بكل الإمكانية أطلع عشان أوصل صوتنا. قبل ما أطلع ده أتكلم عن الإدارات الأهلية. طبعا حميتي قدر يستلم الجانب العسكري ويستلم حمدوك، يستلم الجانب الكفاءات أو الكفوات، ناس حمدوك وبرهان ده استلمهم، خلاص قطعوا في يده. استلم الحركات المسلحة استلم. هسه حاليا بدا يستلم في الادارات الاهليه. وطبعا انا اهلنا الجمعيه ديل، يعني لغايه امبارح رسلوا لي، بيقولوا شنو رسلوا لي؟ رساله بيوضحوا لك انه المد عجيب. طبعا ناس الادارات الاهليه دي كل الناس عرفت بانه هم بحاولوا يلموا في الادارات الاهليه عشان يخلقوا كيان جامع. يعني حمدوك بيكون مسك الادارات الاهليه، مسك الحركات المسلحه، مسك حميتي مسك الحركات المسلحة، مسك برهان، مسك جيش، مسك
الإدارات الأهلية، مسك المال، مسك الذهب، مسك الحكومة دي كلها، وبقت كلها بتسبح بحمد حميتي، وحميتي يسبح بحمد الإمارات. طبعا دي واحدة من الحاجات اللي احنا عارفين ان حضرونا فيها، ونقول الإمارات والمجموعة الحايمة حول محمد بن زايد، والاستخبارات المصرية والاستخبارات السعودية، ومحمد بن محمد بن سليمان، وبم بم 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 بم، دي سبب المشاكل بتاعت الوطن. فأهلنا الجمعية شاكين، لأنه طبعا خاكين أول حاجة رئيس للإدارات الأهلية ده واحد اسمه صديق ودع، لو الناس بتعرفه، واحد من الدجالين، الناس اللي نهبوا الامارات. شوف سبحان الله، هو واحد من اللي تسببوا للاماراتين دل في 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 مشاكل كثيره جدا، ونهب اموال كثيره جدا. هتكلم عن موضوع الجمعيه ده، واحد ارسل لي قبل شويه. الجمعيه فايقه اليوم ببيان رخيص كده طلع في جروبات من الصباح، وحاطط في كل الصفحات صادر بتوقيع من آل المكناصر. وكنت أتمنى إنه الشخص اللي كتب الكلام ده يكتب نيابة عن آل المكناصر فلان الفلاني نيابة عنه، بدل من إنه يتوارى ويطلع بيان رخيص بهذا الشكل بهذا الأسلوب. يا جماعة، ده لهنا الجمعية اللي هو واحد اسمه المد عجيب. المدعى جيب ده واحد من المحتالين، زيه وزي المحتالين اللي كانوا شغالين تحت مظلة النظام السابق، وهم وزول عنده مشاكل كثيرة جدا ومحتال. وهو من الناس اللي كان في رمضان الفات قام الناس عملت دعوة، قام هو عمل دعوة لأخو حميدتي في العباسية. صور طبعا ما بيقبلوا أخو حميدتي عبد الرحيم ده، قال له وكجو هتفوا ضده. ف كونه انه هدفه ضده طوالي ده طبعا استفاد منه على اساس انه يبقى هو المك، لانه ديل واقفين ضد حميدتي. فتخيل انه المك غانم الماسك حسي آل ناصر، ديل الماسك الجمعيه كلها داير يحاول يزيله، يقشه زي ما بيقولوا، يقش المك غانم عشان يجيب عجيب ده، لانه عجيب راكع لمنه لحميدتي حبه. اذا هو طالما راكع لحميدتي اذا راكع للامارات، زيه زي الدجال اللي اسمه صديق ودع بقوا رئيس. طبعا صديق ودع ده في بداية التسعينات طبعا مشوا هناك عملوا تنزيل، لو الناس بتفهم في حاجة اسمها التنزيل، يقوموا يغشوا كده، هي طلاس وبراهيم بتتقدم لأسر، اتقدمت لأسرة آل زايد اللي هو والدة محمد زايد، والدة محمد ناقص، قدموا لها كده براهين كده بأنه هم يعني لو لقوا أشياء ممكن ينزلوا قروش، اللي هي بتجي نازلة دولارات وبتجي نازلة أشياء كثيرة جدا، بيخطوها لك وانت بتشوفها، نوع من البراهين، لكن هي سحر طبعا. فكان هو صديق ودعا، ومعه ابن عمر، ومعه ابن ود الرسالة، معه زي إصطاف كبير جدا، مشوا خدعوا أسرة آل زايد ديل اللي هم الإماراتيين ديل. وبدل يكون عندك 50,000 دولار، نحن بنعمل له 500,000-600,000 دولار. ده منه ده صديق ودع، وده كان غايد الرجل بتاع المجموعة دي. وفعلا قدروا يخدعوا آل زايد ديل، وكنت وصلوا مرحلة معينة تنزل بتقول داير دواء معين، الدواء ده بيكون غالي جدا، ممكن تقول الدواء ده داروه والله 500,000 دولار ولا داروه 1,000,000,000 دولار، لكن قصادة انت بتدوق غرفتين ثلاثة مليانة قروش، اللي هو ده دارين يجيبوا به زئبق، دارين يجيبوا به حبوب لبان ذكر، دارين يجيبوا به، طبعا عندهم مفاهيم هم. بعد بتبدا انت في يد المنو، في يد الفريسة، انت ما شفت بعينك القروش يا بندي، لكن عشان انت تشيلها لان القروش دي محروسة، محتاج الأجان الحارسة ده قروش، محتاج له زئبق عشان بيديه طول العمر، بدل يعيش 400 سنة الجان يعيش 1,000,000 سنة. فقدروا يخدعوا أسرة محمد زايد دي، وفعلا في النهاية دفعوا لهم قروش على أساس إنه يجيبوا الدواء عشان يثبتوا الجان ده، عشان يشيلوا الدولارات الموجودة اللي هم شايفينها وهمية طبعا هي. واتخدعت الأسرة دي، وجوها 40 بطيارة كاملة، طيارة تخيل بتاعت أموال خاتينها. الطيارة دي الدولة الوحيدة اللي قبلتها كانت السودان، وكان في زبير برقبة، زبير محمد صالح،
مش استقبلوا مليانة دولارات وكان عندهم مشاكل، ودي دي واحدة من المشاكل اللي كانت بين الإمارات والنظام السابق. وفعلا استلم الزبير القروش دي ودخل ناس صديق ودعة ودر رسالة ابن عمر، وطبعا الإماراتيين ما أضمروها في نفسهم، طبعا جزء منهم كتلوا، جزء منهم كتلوا اللي هو زي ابن عمر ده كتلوا في تشاد، والبغية الباغية هو ده اللي حصل لها. الناس دي ناس الإدارات الأهلية دي ده الغايد بتاع الإدارات الأهلية، تخيل إنه الغايد بتاع الإدارات الأهلية زول دجال زول مشعوذ، دجال وحميتي على أساس إنه أول حاجة بالإدارات الأهلية يمسك الوطن، تخيل إنه بالإدارات الأهلية حميتي دار يمسك الوطن، مع الإدارات الأهلية عنده منه؟ عنده الحركات المسلحة، ما 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 وقف علينا. الإدارات الأهلية فيها زي المقع عجيب ده، المقع عجيب ده في رمضان الفات مشى دعا حميتي وجاء أخو حميتي الفطور بتاع رمضان، إفطار رمضان كان في بيت المغاني، وطبعا الصوار كان في بيت المغاني، طبعا بيته في العباسية مدرمان. فأول ما جاء داخل أخو حميتي عبد الرحيم ده قال له هتفوا على الصوار، خرجوا عليه الصوار لأنه ما قبلوا ولا ما دي كان في يادوبه. وشفت تتخيل ليه قبل فضل الاعتصام ولا بعد فضل الاعتصام أنا ما بتذكر، لكن في النهاية هتفوا عليه وطردوه، طردوا منه عبد الرحيم ده قال له، فأضمر في نفسه هو برضه خدتها لون على أساسينه هو في النهاية المكوكية دي ذاتا نحن نسلمها لواحد تاني ما عنده صلة بينا، زول محتال، زول كان شغال مع النظام السابق زيه زي ناس صديق ودعاء زيه زي الدجالين ديل كلهم ودي الرسالة وهلم جرة ديل كلهم اتلموا في بوتغة واحدة على أساسينه دارين يمسكوا البلد، فيمسكوا الإدارات الأهلية يمسكوا الكفاح المسلح، جابوا الأرزغية بتاعين الحركات المسلحة دارين يمسكون، جابوا الأرزغية بتاعين الكفوات اللي هم ناس حمدوك ديل ومعهم شلة كبيرة ناس مدني عباس مدني هيبة مكحكات ديل كلهم لمون على أساسينه يشكل وطن. تخيل والله الوطن ده ما يتقدم كده أصلا، أقسم بالله العظيم ما يمشي كده. الزول ده دارت يتم لكم كلامه اللي هو زعلان في العملية اللي عملوها، يعني ده مكة الجمعية اللي هو زول معروف دي أسرة معروفة وهي مسيدة المكوكية دي طوالي أبدا عني، وهم بحنحنوا المشاكل اللي هم ما مرتبطين بالسياسة. المغاني ذات أنا ما من الحاجات البعيبة عليه دائما هو ما مرتبط بالسياسة، لأنه هو زول مؤهل زول قانوني مستشار جاري في شغله، لكن بيحاول بقدر الإمكان يوفر لهم. هذا الناس مستفيدين ما صادر من 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 دصر على المقع عجيب مع البيت الشرعي في الجمهورية اللي هو بيت المك محمد ناصر أو من المك الموجود حاليا غانم الطيب محمد ناصر أو من أي واحد من آل محمد ناصر، وهم الإرادة الشعبية الموجودة الآن في المنطقة إذا رضينا ولا مرضينا، ولكن إذا كان في شلة معينة دائرة تسيس المنطقة ودائرة تتبعها لحميتي وتتبعها للكزام بهذا البيان الرخيص، أنا بيقولون تبا لكم وكلام ده أصلا ما حيحصل ولا في أحلامكم حتى. نحن أي شخص يحاول يتلاعب بالمنطقة بنفس التلاعب اللي حصل في 30 سنة الفاتت والله شعار الثورة افتكر انه دوس ودوس، ما اكثر من كده، ما عندنا اكثر من كده. حتى المغاري نفسه اذا حاول انه يدخلنا نحن مع 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 اسلاميين او مع مع مؤتمر وطني تحت الطاولة او كل ازياره احنا برضو والله بنقول له مع السلامة. احنا ما بندافع عن شخص معين، احنا بندافع عن المنطقة كلها، كل العمل الجاري الآن في الساحة من بعض الفلول الكيزانية احنا راضين راسي تمام جدا جدا، وعلى رأس هذه الغايمة أو هذا الهرم الناس بتدعو المكوكية على رأس عجيب الهادي. إذا كان هو مبارح كان مع الإنغاز ومن كبار رجالاته الآن انقلب وداير يخش لنا بإدارة أهلية وداير يتبع الناس لطريقة معينة ولحميتي ولغيره، إذا كان هو قدم الجمعية لحميتي على طبق من ذهب احنا بنقول والله العظيم ده ولا في الأحلام ولا في الأحلام، والكلام ده كل شباب الجمعية حيردوا عليه فيه. احنا ضد أي شخص يقدم المنطقة وخلي يبيعها رخيصة
لأشياء ولمصالح، لأنه ناس عجيب نحن عارفين نفكر فيه، وحميتي عارفين نفكر فيه. بكرة دايرين المجلس التشريعي داير من جديد، ودايرين المجلس الوطني من جديد، ودايرين هم برضو انتو هم ليه يعني إذا سألنا سؤال هم ليه لحد الآن يعني بيجروا للسلطة دي كده ليه؟ السؤال الثاني، هل مك الجمعية غالب الطيب محمد ناصر مك عموما الجمعية غالب وإنه يرد بأي طريقة؟ ما غالبه، لكن هو أنا في اعتقادي وفي تحليلي إنه أكبر من كده، ومثل هذه الترشحات ما بتأثر فيه بحاجة، لأنه إذا كان ده يرد. طيب ده المغاني ما رد، لأنه هو بيفتكر إنه ده صراع حيبقى سياسي، وفي النهاية ده منهج، ونحن دارين نخط الكورة واطة يا جماعة. الناس دي الخطوة الخطيرة في الوضع اللي بيحصل ده، لو انت جيت قستها بمقياس عقلي هتستغرب انت. طبعا تفكير حمايتي شنو يا جماعة؟ يعني انت ظهور الادارات الاهلية في الفترة اللي فاتت دي، ما هو ده الظهور بتاع الانتخابات. انت من شهر المجلس التشريعي حمايتي جهز المجلس التشريعي ضمن الحركات المسلحة اللي هي حيدوها كم مقعد؟ 75 مقعد. وضمن الادارات الاهلية حيدوها كم مقعد؟ ده ما شغل الانتخابات جاية. شوف حمايتي بيفكر وين، وشوف الاستخبارات بتاعته بتفكر كيف. انا الليلة بقول لك انه انا يا دوبك قعدت كده، انا بالمناسبة الموضع بتاعي ده موضع قوي جدا ومحصن وتحصين شديد جدا، الموضع بتاع الفيسبوك. أول مرة تجيني قصة زي دي، لأنه أنا عامل لهم خطابات لإدارة الفيسبوك مرتبط بها، يعني معظم الناس بتهكر هاي لأنه بيعملوا بلاغات، لكن ما بوقفوني. الليلة أول يوم أقيف يعني في مشكلة حقيقية. المشكلة الحقيقية دي في إنه يا جماعة الدولة دي ماشي حميتي استلمها عديل كده، جايب الحركات المسلحة تستلم 75% من المقاعد، وثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، وخمسة وزراء. دير مناصفة بين حميتي، ما أنا جبتك يعني، ما نحن جايبين ناس سوا، نحن نجينا سوا في الواطة يعني، ما هي دي كده يعني. الاتفاقية بتاع الجبة دي بوروك لا حسب المنهج ده. والإدارات الأهلية ناس صديق ودع المحتالين بتاعنا الإدارات، وطبعا جاي داخل بالميمة، رغم إنه قبيلة الميمة دي قبيلة جميلة وقبيلة ناس يعني ناس طيبين، هو ما عنده صلة بهم زي صديق ودع ده، وجايب كمية كبيرة جدا. كان خاتم في معرض الخرطوم، الناس كانت متابعة معرض الخرطوم وصراع معرض الخرطوم، على أساس إنه هو كان داير يستبدلهم بالصوار، وكان داير يستبدلهم بالناس اللي قاعدين في الاعتصام. يعني حميتي ده بخطط تخطيط غزير، والحكومة دي شغالة يعني، وبيبني في أموال وبيبني في عرش بتاع دولة، والناس بتتفرج لغاية حس المواطن البسيط ما قادر يعيش. وتخيل انه وزارة المالية الحس بتشتري منه جبل عامر، يا جبل عامر بتاع ابوك يا حميتي تشتري كيف؟ تشتري ب$50 مليون، تشتري $350 مليون جبل عامر بتاع حميتي عشان يشتروه، تمشي هبة دي تمشي تشتري عليك الله، ده ما يصفاف المواطن واقف في الصفوف كل يوم، لا خبز لا وغود لا عيش، لا قادر يعيش المواطن، لا قادر يتوصل. وبعد يجي الأموال كلها ممنوعة من حميتي يشتري الإدارات الأهلية عشان يجي يشكل بال المجلس التشريعي. مش دارين المجلس التشريعي؟ دارين المجلس التشريعي، وده حميتي حينفذوا لكم المجلس التشريعي، حميتي شغال فيه وخلاص، هو عنده 75 ولا 25 ولا 75 تخيلي مقعد دي بتاعته هو. الحركات المسلحة تأخذ لها 20-30-40 مقعد، الباقي حيكون مناصفة بين حميتي وبين أهالي تقلوا دير في المجلس التشريعي. 60% هيكونوا ناس الجيش، هيجيبوا لك صديق ودعا وعجبنا ده والمتنطع بتاع اللي هو خاشفي بيقولوا خطة الجمعية، هم بيفتكروا انه الجمعية دي سهلين، والله هو بيلعب لعب وما عارف انه ناس الجمعية دي لو وقفوا هيكون موقفهم مخيف بالنسبة للمقع عجيب زي ما بقول. هو ما مقع عجيب ذاته، انا ما عارف بيقولوا المقع عجيب ليه، بيحاولوا عجيب الهادي، الزول اللي اسمه عجيب الهادي ده، لانه كلمه مجد ذاته هو ما عنده صله بها. جماعه البلد دي للاسف الشديد الرجال الموجودين ده الاشبه رجال، الناس الموجودين في السلطه حسي ده الاشبه رجال، ناس برهان، ناس حمدوك، ناس عمبلوب، ناس اكرم، ناس مش اكرم، ناس الحيوان بتاع وزاره التجاره ده اسمه مدني عباس، مدني هبه، ده ما حيقدموا حاجه. ونحن حنكون مستمرين إذا ما استمرينا
بالتويتر حنستمر باللايفات، واذا ما استمرينا في اللايف في التويتر حنستمر بالفيس، وحنخش في كل جهه، لانه نحن عندنا قضيه ما حنخليها، وما حنخلي حمايتين متنطع الغزر ده يستلب السلطه دي. الكويسه انه انا بتمنى انه طبعا حمايتين يا جماعه عنده هنا في التويتر عنده موقع او عنده صفحه هو والبرهان، الناس تعمل له منشن، الناس تجيبه هنا ده عشان يسمع الكلام ده، عشان يعرف انه المخططات والناس اللي بيلين فيها ناس الادارات الاهليه دي هم ده سبب الهلاك بتاع البلد دي، وبدل مش كيزان ده اسوء من الكيزان، وده تسبب الوطن بحاجات كثيره. ده واحد، تخيل انه الناس اللي بيتكلموا عن 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 العجيب ده عجيب الهادي، تخيل انه لسه عم بيتكلم وانا بتكلم عن صديق ودعه، تعال شوف الغايمه، غايمة من الفساد والقتل والسحب، وغايمة من النظام البائد قاعدة اسمها إدارات أهلية، دي كلها اختار عمر البشير، هي ولا أتغير من عمر البشير لشخص تاني اللي هو المتنطع المعتوه ده حميتي، أصبحت كلها ولاء لحميتي، لأنه شعرت بأنه البرهان ده هو مجرد كومبارس زيه زي حمد، ده الكومبارس وكلهم بيتبعوا لدولة غزرة اسمها الإمارات، ودولة أخزر منها اسمها السعودية. أنا ما بتكلم عن السعودية كوطن، بتكلم عن المنظومة الحاكمة السعودية، بتكلم عن المنظومة الحاكمة الإمارات، لأن المواطن ده ما عنده ذنب، المواطن الإماراتي هو ذاته نحن ما عندنا عداء معه، والمواطن السعودي ما عندنا عداء معه، نحن عندنا مع المنظومة بتاعتهم، المنظومة بتاعت الحكومة الملكية الفاسدة الغاتلة للشعوب دي، نحن ضد البطش ده. خلينا نشوف قال لي منو بيتكلم؟ ما هو شخصي بيتكلم عن حقائق والناس طلعوا منشور، والمنشور موجود في الميديا كلها، يعني عنده منشور بتاع عجيب الهادي المك ناصر مع المك عجيب ناصر، وصراع طويل يعني نحن ما دارين، الناس كلها فهمه، ودي حاجة بديناها، بس أنا حاولت أشتغل في التويتر لأنه هناك محظور، وحنبدأ نشتغل في التويتر، الناس تحاول توصل صوتنا من التويتر. أسماء كثيرة يا جماعة، الناس اللي قدمون اللي هو الخطاب يا هندا، الخطاب بتاع منه بتشكيل لجنة لتفعيل دور الإدارة الأهلية في حفظ الأمن وتحقيق السلام، ده قرار من النائب الأول، النائب الأول ده هو حميتي طبعا، مجلس السيادة الانتقالي النائب الأول، ده خطاب هو كتبه حميتي، بتشكيل لجنة بتاع الإدارة الأهلية في حفظ الأمن وتحقيق السلام، النائب الأول رئيس مجلس السيادة عملا بأحكام المراسيم الدستورية رغم 38 و39 الفقرة 5 لسنة 2019 إصدار القرار الآتي، تستفعيل دور الإدارات الآلية في حفظ الأمن وتحقيق السلم ورعاية النسيج الاجتماعي وتغيير، طبعا هم رعاية النسيج الاجتماعي هو بيتك في النسيج الاجتماعي، يكلف زعماء القبائل والقيادات الإدارات الآلية الآتي أسماؤهم بين مكونة أهل الشركة ده أهل الشرق والعرف بالتجاوز كده 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 اللي هو أول زول خطاه السلطان صديق آدم عبد الله سلطان الميمة، طبعا صديق ودعة، السلطان سعد عبد الرحمن بحر، سلطان عموم المساليد، السلطان هاشم عثمان هاشم، دي الأسماء نزلها كلها هو حميتي على أساس إنه يستلب بها البلد، البلد أصبحت مستلبة، والناس اللي كانت بتحلم من أخواننا الصوار بأنه المجلس التشريعي ده حيكون مجلس تشريعي مفتوح لكل الناس، مجلس حيكون فيه الصوار، بقولون والله انتوا تضحكوا في نفسكم، حميتي استلب البلد دي خلاص، وحميتي ده أنا زمان بقول لك إنه وجود الميليشيات والدعم السريع هو الخطر الأعظم، زمان أنا بقوله ده الكلام اللي بيوجع الزول، يعني وجود حميتي هو المشكلة الكبيرة، لأنه عمر البشير ده أنا قبل 4 سنين قلت رب دبيب، الدبيب ده اللي هو اسمه حميتي ده، وحميتي للأسف الشديد زي ما بقول عندهم محل بيعرف بعضي في الشعب السوداني، وهو للأسف الشديد وبقدم لمنه وبشيل الماس الخاتم خشمه بقدمه للإمارات والسعودية، وشاعر بأنه هو أصبح دولة داخل دولة، وده اللي حيودي البلد دي في داهية، والبلد دي لو ما حميتي ده أول حاجة أزيل من خارطة السودان، وتحلت كل الميليشيات بتاعته دي، أقسم بالله العظيم البلد السودان ده ما يمشي خطوة لقدام، ده كلام أنا بقوله لك وكلام بعيد في نفسه، نحن حنستمر
حنخاطب الإدارة وحنواصل زي ما قلت، حنواصل وحنستمر. القضايا كثيرة يعني، القضايا كثيرة والآلام كثيرة والأوجاع كثيرة، والشعب السوداني كل يوم مكلوم وكل يوم مخور، والناس المؤملة في حمدوك أحسن تشوف لها شغلة تانية، لأنه حمدوك ما بيقدر يقدم لها حاجة. حمدوك مجرد كومبارس، وهو برضو تابع للإمارات والسعودية، جايبينه على أساس إنه يعمل دور معين وقت معين، زيه زي البرهان برضو جابوه اختاروه، وناس إعلان الحرية والتغيير أصبحوا نسيا منسيا، لأنه خلاص دخلت الحركات المسلحة وبدوا يختصروا. الوطن ده هيتجزأ كتل، الدولة اللي سيب السوداني هتتقسم لكتل كثيرة جدا، والشعب السوداني هيحزن، لأنه بعد شوية أنت مضطر، يا أنت يا وطنك، أنت حسي في مرحلة تانية، يا أنت يا وطنك. نحن المهم حنستمر. أنا كنت دار أحاول أطول، لكن لأنه أنا ما عملت له دعاية، لكن تاني حكون طوالي مستمر في التويتر لغاية ما يفتحوا لي الفيس بهناك.